تمثل الغابات وسيلة دفاع حيوية ضد التغيرات المناخية وضد فقدان التنوع البيولوجي في الأرض، بينما توفر أيضاً سبل العيش لملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. لكن هذه الغابات هي نفسها مهددة بالفناء. في السنوات الثلاثين الماضية فقدت الغابات مساحة أكبر من الجزائر وليبيا مجتمعين. آخر تقرير عن حالة الغابات في العالم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يحدد ثلاث مسارات يمكنها الحفاظ على الغابات وفي نفس الوقت دعم الانتعاش البيئي والاقتصادي. المسارات هي وقف إزالة الغابات واستعادة الغابات المتهالكة والتنمية المستدامة لموارد الغابات لبناء اقتصادات محلية مرنة. في غابة كيريسيا في كينيا لدى السكان المحليين مهمة جديدة للحماية بعد أن تولوا مؤخراً رعاية الغابة بعد عقود من سيطرة الحكومة، فهم يقومون الآن بدوريات لمنع أي حرائق قد تؤذي الغابات أو أي حصاد غير قانوني أو رعي للماشية. منذ عام 2016 تم إرجاع أكثر من 100 كيلو متر مربع من الغابات بعد عقود من الإزالة وقطع الأشجار. And there is massive restoration and regeneration happening. And the process of restoring that forest through engaging of community scouts on protecting of natural regeneration. تقوم باميلا لنجونجي وزميلاتها من نساء السامبورو برعاية مشتل للأشجار التي تستخدم لزراعة الغابات مستقبلاً. Hakuna kasi nyingine na hizo mifugo zetu basi tu. Lakini kwa sasa tunaona tu tunaelekea mbele kwa sababu tukifanya hata hiyo biashara yetu kidogo kidogo na bado tunafanya tu bado ya nasari tunaendelea tu kwenda mbele. في جميع أنحاء كينيا تظهر السلاسل التنموية القائمة على الغابات وتساهم في جهود التعافي. روث ويريمو تجمع فروع نباتات ميتة كحطب من مزرعتها التي خصصتها لزراعة الأشجار على مساحة 2.5 هكتار. ستبدأ في بيع الأخشاب في غضون سنوات قليلة بمجرد أن تنمو الأشجار بشكل أكبر. تساعد أخشابهم في خلق فرص عمل في جميع أنحاء المجتمع، بدءاً من أصحاب المناشر الذين يقومون بمعالجة الأشجار، إلى النجارين المجاورين لهم، والذين يصنعون الطاولات والكراسي والأسرة وغيرهم. في فنلندا تزدهر سلاسل الإنشاءات بالخشب بناءً على إدارة الغابات المستدامة. تساعد مواد البناء المبتكرة من الخشب في الاستجابة للتغيرات المناخية والحاجة إلى بناء اقتصادات أكثر تكامل. تسمى هذه الألواح الخشبية الجاهزة بالأخشاب الشبه لامعة أو CLT. إنها متينة مثل الخرسانة ولكنها أسرع وأسهل في التركيب وتحتفظ بثاني أكسيد الكربون طوال حياتها، ولا تتطلب أي مواد قائمة على وقود الأحافير مما يجعلها أكثر ملائمة للمناخ. تشكل CLT المصنوعة هنا اللبنات الأساسية في بناء الشقق والمدارس وتشغيل الأوبرات وحتى ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم. توفر هذه المنافع الملموسة سواء كانت اقتصادية أو بيئية حافزاً قوياً للمجتمعات المحلية في حماية مواد الغابات واستعادتها واستعمالها بشكل فعال، وهذا يحفظ على قيمة الغابات للأجيال القادمة. metsien kestävällä hoidolla me pystytään varmistamaan metsien hyvä kunto sitten myös tulevaisuudessa.